إطلالة الصحفي إلي باسيل والراقصة إليونار صغيب عبر برنامجهم الجديد The Gossip Show على شاشة الأو تي في كانت وحش الشاشة لهالأسبوع بالشكل والمضمون. وأفكر نفسي أنا عم تعمل شيء كتير مهم. أي إنسان قدر يتظل تعادي كلنا متظلطين بحياتنا وكلنا بلحظة من اللحظات أخذين صور لأنفسنا. صح. بس مش بهالطريقة. هاي السهرة بلشت بمجموعة من الرجال قلت لك وين صاروا فيها على راحتهم المطلقه، صالحوا تيابهم، طلع في واحد بيناتهم لابس سوتيا مثل ما انك شايفه، which is مش غلط اذا كان بحب يكون دراك كوين باوقات بوقت من الاوقات. بطبيعه الحال بلش السهره والسكر والعرفتي ما بعرف اذا بتنقال بعلاقات جنسيه، وبلشوا بعلاقاتهم الجنسيه الجماعيه، كمان مش غلط اذا الناس بتحب الاورجي وانا مالي. أوبل ما أنا ما بعملهم بس أوبل مايند اتجاههم. إلي وإليونار قدموا مادة فضائحية وعبارات كتار بيعتبروا أنها ما بتناسب تلفزيون وما بتقطع الهواء. قول أنت هبلة ومسكوكي طبلة بهول أمور. بتعرف شغلة عوارض المينوبوز؟ عوارض المينوبوز؟ إيه بعذرة. قيل وماذا يقال أنا على علاقة عاطفية مع القيصر كازا مستر. خلينا نروق باللي بدك، خرسي انت اللي بدك اياه كثير كبير، خلينا نروق بدل بدك انت. واللافت بالبرنامج الضيفه المدلله، في معنا ضيفه بالبروجرام هيدي لديفا، لديفا لديفا لديفا، اي حدا هلا جربوها بتلاقيها مثلا حالها ديفا، هي بتكون انا بالقصر غير امبارح العصر، فسوري اللي عندي البسين اللي عندنا مش احسن منهم احسن منا. بس شفت انت شو هيدا؟ لا 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 شوفي العيون، خمسة عيون الحاسدين ليك العيون، طبعا خلت الدقاقة احسن منها يا حبيبتي. اوكي ديفا، اوكي يا ديفا، اوكي اوكي يا بيبي، انظري ديفا ملا ومال مدلين، ملا ومال مدلين، سوف نضع صورك هنا. ديفا ديفا ترقى نومها ما مرتاحة مرتاحة، ما حاسة انه حدا عم بيسلو شيء. اكزاكتلي ليكي بقى اطيب عليكي، كتير حلو نايمة مرتاحة. ايه ليكي بقى هضمة يا بيبي يا بيبي يا بيبي، من الخوف صار تجي عليها احلام. شو؟ صار تجي عليها احلام يا دلة تركيا، عم تحلم احلام ما تجيها عشرة وبيس. بالنسبة لديفا خلصنا. الهي يا 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 خلصنا يا بيبي. الثنائي باسيل صغيب اثاروا بعد اول حلقة من برنامجهم انت قعدات واسعة، فجريدة الاخبار دعيت الاو تي في لترحم المشاهد، وبرنامج لهون وبس كمان حكي عن ذا جوسب شو على طريقته. انت تعال قلك انت يا ديفا كسر مايه، انت تعال قلك انت كمشتان عم يعمل ارجي which is مش غلط which is مش غلط يعني انت يعني. وبعدين لا جاد شفت صرت من اول السيزن بقول لك مش غلط الرجال اللي يلبسوا فيها، جاد اطلع من حالك وخبر الناس بقى. بعدين كلنا بنتصور بالزلط، شو بس مش بس انت، كلنا يوما ما مصورين انفسنا. بعدين دائما بيطلع لي فوت فتش، انا فوت فتش اذا لقيت شيء خذه. هيدي منا اول مره بينتقد الاعلام إلي باسيل، فكان برنامج منا وجر انتقد اطلاله باسيل ببرنامج بالعربي المشبرح. الوقاحه الوقاحه، هو كيف عم بيحكي عن 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 الباقيين وكل شيء بيطبق عليه هو اللي عم بيحكيه، يعني هو مقلعط وهو مجوة وهو مش معروف كانه مرة ولا رجال اساسا، شيء بقرف يعني، ما بعرف شو هيدا المستوى او تي في بيقدر ينزل لهالمستوى بيحطوا هيك شيء يعني على من اللي شفناهم لهلا هيدا اوطى شيء ممكن الواحد يحكي عليه، كلماته فكرنا عم نحضر فيلم بورنو، يعني شيء بيلاع النفس انه مش مسموح. خلينا نتفق انه مين مسميه صحافي؟ منو صحافي مش عارف اذا لازم ابرم ولا لا، تفضل ابقى هيك. ليه بدك تفضل؟ ما اشتقت لي رأي لي؟ اول شيء كنت وعدك جيب لك قط كهدية، بس خفت بعدين انه يعود قطك يدارب على قطي فكنسلت الموضوع. خلينا نبلش. بدي لك شغلة قبل، انت طلبت انه يتعرف عنك اعلامي. ايه
شو كيف اعلامي؟ ليش مش اعلامي؟ 17 سنه بمهنه الاعلام والصحافه، شهدت بطول كل واحد فيكم ومش اعلامي ليه؟ طيب انه هيدا عم تعمله وعلاماتي احلى علامات بالسوربون واللي بعده. تيك سو خلينا نتفق، هيدا اللي عم بعمله اعلام ونص بشروط الخاصه. انت من مدرسة بعالم الاعلام، انت تخرجت من المدرسه الحديثه، انت تخرجت من المدرسه نضال الاحمديه. مين انت؟ لا اكيد لا، مع انا بحبها لنضال. مش استاجك عملته؟ لا انا بلشت استاجي بجريده النهار، كونا نحن تلاميذ الجامعة اللبنانية متفقين هن اون كولابوراسيون، كل شيء عامل بريس اكريت جامعة جريدة النهار، كل شيء عامل راديو تي في ال بي سي. شو اخذك على الجرس؟ استاذ ياسر حيدر اللي هو كان وقتها مدير عام مجلة الجرس، وكانت اكسبيرينس كثير حلوة قبل ما انتقل على ال بي سي، على الام بي سي بعتذر. طيب ويعني طيب شو اللي عم تعمله هلا الي؟ عم بعمله مدرسة حديثة. بشو؟ بدي اقول لك شغله، ينتقدونني بشده ثم يقلدونني بدقه. اجمل شيء بالعالم انك تكون قاعد بقلب العالم. طيب طيب بس, بس اللي اجمل بتعرف شو؟ انك تكون قاعد على قلبهم. طيب عم تعمل مدرسه حديثه بشو؟ بس بالاعلام، بوشينج باوندريز ان ذا ميدل ايست. وين المشكل؟ ما شفت انت السوشيال ميديا قد ايه؟ ما فيك تعمل اعلام غير هيدا الاعلام. انا هالاعلام مريحني، يعني نطلع نحكي عن أرشي، انا حياتي بدي لك شغله، بدي لك شغله، كل انسان حر يحكي على اللي بريده وانا حر احكي على اللي بريده. بالوقت اللي انت بتلاقي مثلا مقالاتك انه طبخ بهالموسم بيسوى، انا بلاقي مثلا شيء ثاني بهالموسم بيسوى. طيب انت حر، مين اللي مين عرضت برنامجك بالاو تي في وقبلو؟ انا ما عرضت الاو تي في، ايه؟ بمحطه مين اللي معروفه بجرأتها من ايام برنامج لولا هلا. بس تعرف شغله، دائما تعرف شغله، انا لاول مره، انا عاده ما بندم على شيء، انا انسان ما بندم على شيء ولا انا نادرا، بس انا اليوم ندمت ندمان على شغله كثير مهمه، ويمكن بدي اطلب الاعتذار من برنامج لول. يعني انا لما هجمت لول بوقتها واعتبرته انه برنامج لا يتطابق مع المواصفات، انا اليوم بصراحه يا جماعه وعن جد بصراحه، لو برنامج لول اليوم بينعمل انا بعتبره من اهم البرامج الثقافيه اللي عم تنعمل على التلفزيونات بلبنان. غيران من الريتنج اللي عم نجيبه، يعني بدك ريتنج ينساب لنيو تي في بدل ما ينساب للاو تي في، هيك بهي الطريقه مش طيب. غلط قبل ما نحكي على الريتنج برنامجكم بنيو تي في. طيب لحظه لحظه، ما في بين التوت والتوت توت. مين وافق على برنامجك؟ الإدارة طبعا. مين متمثلة بمين؟ الإدارة المتمثلة برئيس المحطة لحتى مدراء الآخرين هن اللي وافقوا. بعدين أنت عم بتقول حضروا الحلقة قبل ما طلعت على الهواء، برامجكم مانا أوفر. سؤال، برنامج بنت الشفري اللي استضافني فيه أنا ومنعت الحلقة من العرض ما كانت كلها توت، حضروا ولا إشمعنى بترضوا التوت تبعكم؟ لأنك أنت تبعنا، لأنك أنت توت. حط توت يا خيي على القليلة. طب حط توت، طب حط توت على القليلة. طب سؤال، مين وافق على يعني الإدارة وافقت؟ شافوا الحلقة أكيد برضاهم، ومعروف الإدارة قد ايه انها جريئة، والإدارة ما تركتوا أعلامي فيها غير ما رجعوا باقي المحطات أخذوهم. ليه؟ لأن معودين على الجرأة اللي بتنطلق فيه هون الإدارة، أنا ماني لحالي. برأيك هلا إذا الجنرال ميشيل عون موجه له تحية كثير كبيرة، قاعد ببيته وشاف هاي المحطة اللي بناها لأسس معينة، يعني ولا مشروع معين، ما في معين خبرك كل الأزمات السياسية اللي احنا فيها، يعني ما في خبرك قد ايه جنرال عون باله فيي ولا باله فيك ولا باله باللي عم بيصير، باله بمحطة هو بزنس عملها لتكون وجه تيار سياسي لمرشح للرئاسة الجمهورية اللبنانية، عليها برنامج بهيدا الشكل. على راس الجنرال عون مش دايما كان جريء بمواقفه السياسية؟ سياسية. فما بالك يكون جريء بمواقفه الفنية اللي بالنسبة له هي منشي بالنسبة لك توني، لأنت في كتير قصص أنت بتتناولها أنا بعد 100 سنة ومليون سنة لحتى أفكر أتناولها. لا تعرف كيف بدك لا تتناولها. لا لا مش لا أعرف لا كيف. تعرف كيف بدك تمشي فيها بين النقط بدون ما نجرح ونخدش الحياة العام. أنا بين النقاط، بس أنا بعرف كمان كيف مشي موضة الى الاغلبيه عم يتقلدوها، انه هاي الموضه اللي بدك تمشيها هلا في مش غلط. دائما في مدرسه حديثه ومدرسه قديمه، عم بقول لك يقلدونني بشده ثم يقلدونني بدقه، اللي عم تشوفها انت على السوشيال ميديا عم يترحموا الناس على ايامي. توني ساتون كاركتير ساتون ستيل، تيك ات اور ليف ات، انا ما خصني فيك، انت حر، بس المهم تحضرني لا اكثر ولا اقل. ولو قادرين تحصلوا على المواد اللي انا عم بقدمها للاو تي في، كان يو تي في ما كنتوا قصرتوا. انت لو فيك، ما حدا اوعى تفكر بقصر بحق نفسه. خلينا نختم الموضوع،
ما في شيء اوفر انا عم بقدمه، كله موجود على السوشيال ميديا لا اكثر ولا اقل وايفن بعد اكثر. صح ولا لا؟ بعدين توني انه انت عم تسالني كان انا جديد عليك، صار لك 15 سنه بتعرفني. بس مش مقدم برامج. هيك. مش برنامج. ليش كعلي يعني انا ماني مفتح لك إلي. ابرز البرامج. يا الي. انا صاحب ريتنج ولا لا؟ الي. يستثمر فيه ولا لا؟ الي. انا مش انت اللي مفاجئني. شو اللي مفاجئك؟ او تي في اللي مفاجئك. لانها بتفهم، عارف السوق شو بده، عارف عالم الاعلام شو بده. برايك السوق هيك بده؟ طبعا، ولو كنتوا نيو تي في انتوا اسكا كنتوا قطفتوني قبل الاو تي في، انا اللي حلل على كل ديو على كل برامجكم كضيف. بتفهم الاو تي في وبرافو عليها وما قصرت من كل النواحي، شو بدك اكثر من هيك؟ خلص بقى بس بقى كتوني بدي اقول اشاره للناس. وين كاميرتي هيدي؟ بدك اياها ايتها الكاميرا ايها الراي العام، انا وصلني هلا تهديد من الفنانه قمر متناولها بكره ان شاء الله، بكره متناولها ان شاء الله. انت هو دائما بتستعمل الاخبار. اه بدك اياها ابرم لوين؟ وصلني تهديد وسرقوا لي التليفون. وصلني تهديد. وين اي كاميرا؟ بوجهك. انا ماني شايفها. طيب اوكي، هي شايفتك. قول. اه هونيك الكاميرا. انا بقول اي شيء بسيبني رح اتناول، رح خليه للراي العام، رح خليه للقضاء. من لحظات وصلنا تهديد من الفنانة قمر بخصوص حلقة، بحلقة بكرة في موضوع أنا متناولة فيه، أي شيء بيسيبني تركه للرأي العام. شو أي إن شاء الله لو خدشي وتركه للقضاء، وإن شاء الله أنا بكرة رفع عليها دعوة قضائية، لأن أنا بالنتيجة ما بتهدد وكله مسجل واللي بدكم إياه بيصير. شو بدك تقول؟ شو ردك على الانتقادات اللي اصلا انا اي مست يو ديد يو مس مي بمنا وجر شو تعليقك على لحظه خلينا هلا ديد يو مس مي ولا لا؟ طيب ايه يلا بمنا وجر برنامج طونتيت انا ما برد عليه. بعدين انا برنامج طونتيت عباره عن طونتيت ما برد عليه. حسيت حالي مثلا شي وحده انا مطلقه من جوزها، مقشط لها جوزها، مقشط له صاحبته، مقشط له عشيقته، مرته. بس ما معهم حق باللي قالوا؟ بدي اقول لك شغله حبيبه، هن من يكونون، هاشتاج من يكونون. ثاني شيء، ثالث شيء كنت عم بقول لك انا انه اجمل شيء تقعد بقلب الناس، بس الاطيب انك تقعد على قلبهم. اول شيء اكبر رد كان من قبلي انه طلعت ببرنامج خاص فيي. ثاني شيء لولي قلبي لدرجة دقيت لفارماسي، هونيك فارماسي بعرفها، قلت خليني ابعت لهم دريفري، هي دايونكسيت، هي الاكزوتانيل، هي ستيل نوكس. انا خايف تاخذهم هودي انت الي بعد ما يوقفوا لك برنامجك بعد هاي الحلقة. يتوقف برنامجي ليه؟ اللي عاوز مني شعرك ياخذها باروكا بده يتوقف ليه يا حبيبي؟ عاوز منك شو؟ لان كله موجود وكله مزبوط وكله ريل وكله ريال، بده يتوقف ليه؟ لان عم بجيب التوب ريت. قال لي ليه بده يتوقف؟ لان مصير سير غيرة الفن البرامج الثانية. انا بتصور ولا انا بتصور التانية. انا بتصور انه راح يتاخذ قرار بإدارة الاو تي في. وانا قبل ما انت تتصور إدارة الاو تي في. انت بتعرف اني انا بتوقع قبل ليلى عبد اللطيف؟ لا بدي اقول لك شغلة، ليلى عبد اللطيف لا، انت بتعرف اني انا بتوقع قبلها؟ انا مش بتوقع بس اوقات توقعاتك بتكون مسحوبة. ايه كيف مسحوبة؟ بدي اقول لك شغلة، بعدين بقول لك كيف مسحوبة، بدي اقول لك شغلة. إدارة الأو تي في لو ما أنا خبزتها وعجنتها للخبرية ما بتطلع فيها. وإدارة الأو تي في طول عمرها جريئة ورح تفضل جريئة. أوكي؟ بعدين بدي أقول لك شغلة حبيبي. شو؟ هيدي شو؟ هيدي شو؟ هيدي شو؟ هيدي موجود ولا لا؟ الماتيار عم تتقدم ولا لا؟ إذا عم تتقدم بطريقة جديدة هيدا الشيء بخصنا نحن وأنت مالك. شو ردك على هشام حداد؟ ولا أهضم. عن جد ولا أهضم. أي لاف هشام ولا أهضم. اي لاف هشام ولا اهضم. طب غير هيك شو في اهضم من هيك؟ في اجرأ من هيك؟ شو بدهن الجمهور اكثر من هيك؟ عم نلهيهم، عم نسليهم، وار انترتيننج ذام، مش احسن من ما يقعدوا على اخبارهم تعطير. بعدين بدي لك شغله، لو هالمواد اللي انا مقدمها للاو تي في تقدمت للنيو تي في حتقول لي لا؟ اكيد لا. اكيد لا. وليه عم تستقبلني بابرز برامجها؟ وليه عم بيعودوا يرجعوا ينعملوا برامجها؟ كضيف مش كايمج للمحطه. كايمج للمحطه يعني انا اليوم عم بستقبلك لاحكي معك على موضوع انت عامله، قبل استقبلناك لانه كنا عم نحكي على كنتوا تستقبلوني كضيف لاحكي بكل شيء فيه زردبشت بحياتي الخاصه. ايش معنى بتقبلوه على نفسكم وبترفضوه على غيركم؟ خلص بقى بس بقى
وبدي اتشكر لهالطله الحلوه صالون هشام حداد وميك اب ارتست ميشيل سيواركيس. شو بعد فيه؟ شو بعد فيه؟ شو بعد فيه؟ برايك المجتمع اللبناني بيتقبل هيك شيء؟ بصير يتقبل مش غلط. هيدا طموحنا يعني. مش قصه طموحنا، لازم يبلش يتقبل للي مصيب اللي هو فيه طالما تقبله. طيب الفيديوهات من وين بيجوك هول على تليفونك؟ احذر احذر. I pay too much. انت بتعرف قد ايه بدفع. خلص فكها بقى، مدلي ايدك مدلي ايدك توني، ما تكسفني قدام العالم. انا I love you. You don't appreciate انه فضلتك عن غير عن غير برامج. مصلحتك وجاي جمالك بدأ. خلص سكر الموضوع. شمسني. مش حاستحليك بين هالعمر كله. شكرا لك إلي بسيل. أنا بطلب من إدارة الأو تي في ترجع تعيد حسابها بهيدا الموضوع. هيدا الشيء مش حيسمعوا. حفاظا حفاظا على ما تمثل الأو تي في. خلونا تمثل روح. أفضل تمثيل. بدي أقول لك شغلة وعارف حالك كثير منيح شو عاملة الأو تي في. عندنا فاصل ولا عندنا موضوع ثاني؟ عندنا موضوع كمان بهمك إلي، هيدا ممكن تستعمله. شو هو؟ حضار هلا هي الفقرة. كتار طالبوا بمنع أحلام من دخول لبنان. اي لاف احلام. اي بس كثير طلبوها منعوا بانه تدخل لبنان. ايمت اجت يعني؟ ايمت اجت. طيب اهلا وسهلا. ناطرها بدزينة فلافل. مشي بتحب الفلافل؟ لا بتحب الكنتاكي. بفزرها بالاثنين.